السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في البداية نهنئ المجتمع الجزائري والأمة الجزائرية بالدخول الاجتماعي، هذا بصفة عامة، وكذلك إن شاء الله على مقربة أن نهنئ أبناءنا بالعودة إلى المدارس. وشبكة إذاعة القرآن الكريم أكيد لها جديد، وهي دائما مرافقة للمستمع الكريم والمواطن الجزائري بكل فئاته وبكل أطيافه، تلبية لأذواقه، وكذلك أن تتطلع لمتطلبات هذا المستمع الكريم. فجديد الشبكة بما أنها إذاعة موضوعاتية متخصصة في الإعلام الدعوي، أن عصب هذه الإذاعة هو القرآن الكريم بمعدل 19 تلاوة خلال اليوم، من بينها تلاوات مرتبة وتلاوات مختارة. كذلك فيه برامج جديدة خدمت المحور الثاني، وهو السنة والصحابة، بما في ذلك نساء حول أو النساء الذي ذكرنا في القرآن الكريم. في كذلك فيه قصص وحكم، وهي بالنسبة لقصص الذي ذكرت في السنة، وقصص لها أهداف ونقتبس منها العبر خلال من السنة النبوية الشريفة. لكن الجميل الذي كذلك نعمل عليه هو البرامج الكبيرة التي دخلت هذه الشبكة، هو برنامج معالم أثرية أو معالم حضارية، وهو الشواهد الأثرية وكذلك العمائر والفنون الحضارة الإسلامية التي كانت عبر الزمن وبقيت حاضرة إلى اليوم. يعود برنامج للفنون أو للتربية فنون للزميلة كذلك ياسمين لوناكيل، إن شاء الله عودة ميمونة. برنامج جديد كذلك هو برنامج خير الخطائين التوابون للزميلة زهية سيد علي مبارك. كذلك فيه برنامج للأخت نوال يوسفي، هو إنما الإنسان أفر. أكيد أن الذكرى للإنسان بعد الممات عمر ثاني، سواء كان ميتا أو بقي على قيد الحياة، ولكن له أثر وباقي يفيد هذا المجتمع. إلى ذلك هناك حفظنا على جملة من البرامج التي لها هدف، وهي عصب الإذاعة إذاعة القرآن الكريم، منه برنامج خدمات خيرية، برنامج الفتوى، البرامج التي تخدم دائما في التفاعل مع المستمع. فيه ركن في الصباح وهو تفسير القرآن الكريم، بدأنا بقصار الصور وبلغات عدة، منها اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية واللغة الأمازيغية، ولقي استقبال وقبول من المستمع الكريم، خاصة أن إذاعة القرآن الكريم بعد الولوج في الفضاء الأزرق أن بدأ لديها مستمع حتى خارج الوطن، ولقي يعني قبول عند المستمع الكريم. فيه كذلك برامج تفاعلية، مسابقات، إلى غير ذلك من البرامج. نأمل أن هذه الشبكة تكون ثرية وتلبي كل الأذواق عند المستمع الكريم، ونأمل لهم أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى في هذه البرامج.